أتى لكم السلقلقي ياسر الخبيث بدليل مضحك جدا على الأئمة الاثني عشر، ومن أين؟ من القرآن الكريم. ما هو الدليل؟ انظروا إلى وهن وضعف دين الشيعة. الدليل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اثنتا عشرة عينا أي دليل على الأئمة الاثني عشر. يقول أن موسى عليه السلام حينما أمره الله أن يضرب الحجر فبعصا، فمسك العصا وضرب الحجر وقال اللهم بحق محمد وآل محمد، فانفجر الحجر إلى اثنتا عشرة عينا، وهذا بعدد الأئمة، وهذا دليل لا يصدق به إلا المجانين. موسى عليه السلام كما في الرواية حينما أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه الحجر أخذ عصاه وضرب على الحجر قال يا الله بحق محمد وآل محمد وضرب، وضرب على الحجر قال يا الله بحق محمد وآل محمد وضرب. الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما ضرب باسم محمد وآل محمد صار اثنى عشر شنو؟ عينا، عينا بعدد الأئمة الاثنى.